صورتك الذهنية عن جسمك ما اتخلقتش النهاردة أو امبارح، هي بدأت معاك من الطفولة، من أول توجيهات بابا وماما اللي أحيانا كانت مؤلمة ليك بهدف التحفيز، مرورا بفترة المراهقة وإن حد كان بيتنمر عليك أو بيهزر معاك أو يقولك كلام سلبي عن جسمك، إلى تجربة مريت بيها فتم رفضك فيها، فحسيت إن الرفض ده ترجمته إنك اترفضت بسبب شكلك. الحقيقة إن كلنا بنواجه بالرفض في مرحلة من المراحل، نترفض علشان احنا مش مناسبين للمكان، عشان الظروف مش مناسبة. المشكلة انك تختزل الرفض ده في شكل جسمك او في شكلك، فتعتبر ان عندك تشوه فتبقى متضايق من شكلك. كلنا بالورقة والقلم نصنا اليمين والشمال في بعض الاختلافات، يعني وسع العين في اختلاف، شكل الودان، طبعا اصدقائنا اصحاب المثالية الزايدة الناس اللي عندهم تركيز جدا بيعرفوا يشوفوا ده بشكل واضح. ولكن المشكلة لو الموضوع بيزيد معاك لدرجة انه بيأثر على نومك، بيأثر على أدائك الوظيفي، ساعتها محتاج تلجأ للعلاج، لأن ده body dysmorphic disorder، ده اضطراب محتاج لعلاج. لو الموضوع على مستوى أقل من كده، اني رافض حاجة في شكلي، رافض لوني، رافض طولي، رافض وزني، رافض جزء من جسمي طول الوقت بلوم نفسي عليه. الحقيقة اننا عندنا طبيعة ناقدة لنفسنا، يعني أول ما بنبص في المراية بندور على النواقص والعيوب، ونقعد نركز جدا عليها، بس بنستصعب قوي نشوف الحاجة الكويسة، بنستصعب نشوف الحاجة الحلوة ونمتن عليها، مش بنعرف نستمتع بما هو جيد، بس بنعرف نشوف النواقص بشطارة شديدة، وده راجع للشكل اللي نشأنا عليه وكبرنا عليه. طبعا في نموذج مثالي اتزرع جوانا بدأ من ستينات القرن الماضي، لما بدأوا كده يفكروا الديزاينرز ان هم يعملوا حاجة للعرض، كانوا بيفكروا يعرضوا الديزاينز بتاعتهم على زي الشماعات على حد جسمه مش موجود، فبدأوا يعملوا الموديلنج، والموديلنج ده بقى هو الوزن والطول المثالي، والموضوع انتشر في العالم كله وأثر على سيدات كتير وسبب لهم اضطرابات الطعام زي الأنوركسيا زي البوليميا. تلاقي حد بياكل يجيله بنج ايتنج، يجيله أكل بشره وبنام، وبعدين يقرر ان هو يتقيأ كل الأكل ده أو يخاف من الأكل تماما عشان يوصل لوزن معين. صورتي الذهنية عن جسمي مش بالضرورة تكون حقيقية، وده اللي حصل بالظبط من النموذج المثالي. احنا مش محتاجين اجسام مثالية، احنا محتاجين نكون حقيقيين، ومحتاجين جسم صحي ومناسب، يعني يكون عندي نمط صحي في حياتي، طبعا اكل اكل صحي، العب رياضة، اهتم بجسمي، ولكن في حدود طاقتي، ما يكونش الامر مرضي. طبعا لا يخفى علينا في الوقت الحالي في وجود السوشيال ميديا ان الموضوع بقى قمة في المقارنة، بتتابع فيتنس مودلز، ناس كتير جدا، ناس عايشة في الجيم، مدربين جيم، حياتهم نمطها كله جوه الجيم، فبقعد اقارن نفسي وبقعد افكر طب انا ليه ما عنديش سيكس باكس، انا ليه جسمي مش شكله كده، انا ليه جسمي مش ماشي بالورقة والقلم وزي الكتالوج. الحقيقة ان مفيش كتالوج لاشكالنا، احنا اختلافنا بيثري الحياة، اننا نكون مختلفين ده امر محترم جدا. احنا لو كنا 10 افراد كلنا ماشيين على نظام غذائي واحد وبنلعب نفس التمرينات الرياضية وبنعمل مجهود بدني واحد، مش هندي نفس النتائج، ببساطة لان جيناتنا مش واحدة، شكل جسمنا وتكوينه مش واحد، فاحنا الطبيعي نكون مختلفين، نعيش بنمط صحي، ولكن ما نحطش على نفسنا عبء. لو انا النهاردة مختلف ده مش معناه اني معيوب او اني اقل، معناه فقط الاختلاف. ينفع تتغير؟ طبعا من حقك تتغير، بس صعب جدا تغير حاجة انت رافضها او كارهها، صعب جدا تغير حاجة انت مش عارف تشوفها او تقبلها. محتاج تشوف شكل جسمك بطريقة حقيقية، محتاج تقبل علتك او نواقصك او لخبطتك عشان تعرف تتخطاها، محتاج تعرف انك مش موصوم باختلافك ايا كان الاختلاف ده ايه. النهاردة شكلك وتفاصيله انت اللي بتشوفها بعينيك، واللي قدامك شايفها بزاوية مختلفة عنك خالص. يعني وارد جدا تلاقي شخص رفيع جدا وما زال عمال بيحاول بكل اشكال الدايت انه يخس لانه مقتنع انه مليان جدا. فنظرتنا عن نفسنا مش بالضرورة تكون حقيقية، يعني بشوف الشيء بعيني بس بدركه بعقلي وبمشاعري. ينفع جدا نتطور ونتحرك لقدام ونهتم بصحتنا، طبعا نشجع بعض على ده، ولكن ما نشجعش بعض على المقارنة، على ايذاء النفس، على اذاها بقلة الاكل او اذاها بان انا الخبط اكلي، او اني اضر نفسي بعمليات مثلا، او اني اضر نفسي باني عايش طول عمري حلمي اني اغير جلدي، اغير ما انا عليه. محتاج اعرف انا مين، واحب نفسي زي ما هي، واعملها برفق وبلين. التغيير سنة كونية،
عشان تتم محتاجة تراحم، مش محتاجة جلد، مش محتاجة إيذاء، محتاجة فقط تراحم وتوازن مع نفسي. أشوفكم بكرة على خير وخاطرة نفسية جديدة إن شاء الله.